انا سوسو، انا من غيري، انا البل ابتلى بعيون حلوين، رقصني انا، دلعني انا، حبيبتك انا، بس هي مين؟ انا سوسو، انا من غيري، انا حبيبتك انا، بس هي مين؟ انا سوسو انا. شو عليا؟ شبكي شبكي؟ ليش تاركة وصلتك وجاي لهون؟ ما عاد بدي اروح ليروح هذا زبون المحل. أنا زبون؟ هذا زبون الداعم اللي بيجي على طول على المحل، ابو الليالي اسمه. ليش شو بده مني؟ ما بتعرفي شو بده مني؟ بعرف، مستلطفك وعم ينقطك بالمصاري، وصار عطيكي رقم موبايله 1000 مرة، وانتي صرتي مغيرة رقم موبايلك 1000000 مرة وما استفدتي شي، حرام. بقى هلا قولي لي شو بده منك لحتى تركتي وصلتك واجيتي؟ هجم علي وانا عم برقص. يبعتلو علي، هي عملة بيعملها؟ سكران، سكران ومنطفي. ايه معلش حبيبتي، اذا سكران بدك تعذري. ها بدك يعني اعذره؟ طبعا حبيبتي، عذري مشان ما تصفي بلا شغل. ايه لا حبيبتي، ما رح صفي بلا شغل. انتي متأكدة؟ حبيبتي صاحب المحل ما رح يرضى يقلع زبون دائم من عنده من المحل كرمال عيون حضرتك. واللي سوى الزبون ما له حساب؟ لأنه الزبون دائما على حق وذنبه مغفور. ها بهالبساطة ذنبه مغفور. ايه طبعا حبيبتي، هيك تعلمنا من شغل هالمحلات. ايه لا حبيبتي، مو على ذوق صاحب المحل، انه الزبون على حق ونحن على باطل لو شو ما سوى. طيب مثل ما بدك، بس تسمعي مني لا تكبري راس، روحي رجعي على وصلتك لأنه الفرقة لسات عم تعزف لك معزوفتك. اسمعي. مالي رايحة. ايه هلأ بيجي صاحب المحل وبيكون طالع خلقه ليش تركتي وصلتك. يجي. اسمعي مني ولا تقطعي برزقك. ايه هلأ بيكونوا الزباين ضايجين كرمالك. ها واذا ما رحت؟ ايه ما عاد إلك شغل هون. سويتي الله يخليكي، روحي لعند صاحب المحل قولي له انه ما رح اقدر كفيني مرتي اليوم، بس اليوم. ما بيمشي الحال معه يا نانا، ما بيمشي الحال. سويتي ترجي وبوسي ايده، بس اليوم بيعفيني. ولو ترجيته بكرة بدك تجي غصب عنك على نمرتك، وبجوز هذا الزبون يرجع يحضر كمان، وبجوز يتعرض لك مرة تانية. شو بنعمل؟ إلى بكرة بحل الحلال. رايحة، بس خليكي جاهزة عندها لأنه يمكن يمكن ما يوافق. هلأ أنتي روحي ولا تعسري. ايه رايحة، بس انا متأكدة انه ما رح يوافق. تيسري. عن اذنك. ايه شو انا مالي كرامة؟ ولا ما في حدا يحميني من هيك ناس؟ ولا مفكرني رخيصة؟ هلا صحيح انا بشتغل رقاصة، بس انا مو مثل ما عم بفكر. ولا شايف حاله بهالمرافقة يلي حواليه بهالكم مليون دولار يلي معه؟ كم مليون دولار؟ لك هذا بيشتري كل المحل وما بتنهز ماليته، وبيشتريكي معه كمان. ما فشر يشتريني، أنا مو للبيع. إيه أنا مالي للبيع. نانا! شو قال لك صاحب المحل؟ روحي بسرعة طلعي على شغلك فوراً. ما رضي ما؟ لك مو هو يلي ما رضي؟ لك مين؟ ابو الليالي بيقول لك اذا ما بتطلعي هلا بده يمسح فيك الارض انت وكل حدا بيتشفى عليك. ومين هاد بده يمسح فيني الارض؟ روحي اطلعي شوفي مين هو وشو عامل مشانك بسرعه. شو عامل؟ مرافقته ضربوا له صاحب المحل قدام كل الزباين، قتل حشكه ولبك كله كرمالك. كرمالي؟ ايه كرمالك، بده اياكي تطلعي ترقصي له غصب عنك. لي على قامتي. نانا لك روحي هدول مرافقته جايين ياخدوكي غصب عنك. ها سويتي الله يخليكي لا تخليهم ياخدوني. لك احلي عني، ما انا مثلك بلا سنات. روحي يلا خلصيني بسرعه. Thank you.
قالوا؟ نعم؟ بدك ياني ارقص بدالها؟ ايه بس انا ما بعرف ارقص مثلها. شو؟ يا الله بدك ياني غني وهي ترقص؟ طيب انا نمرتي بعد شوي. طيب you